الحديث الذي بعده عن نواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه الإمام مسلم في صحيحه. النواس بن سمعان ابن خالد الكلابي روى 17 حديثا وتوفي في سنة 34 من الهجرة. البر، كلمة البر كلمة جميلة جدا، وأصلها أبواب الخير كلها، كما قال الله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهد والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. جعل كل هذا هو البر. فالبر كما قال أهل العلم اسم جامع، اسم جامع لكل أبواب الخير. أبواب الخير هي البر. ولذا قال الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فيطلق البر أحيانا على المعاملة مع الخلق، وغالبا يخص البر ببر الوالدين، وإلا ترى كل معاملاتك مع الخلق هذا من البر، ولكن اشتهر كلمة البر على الوالدين. وتطلق البر على أعمال الصالحة بشكل عام، أي عمل خير يعتبر من البر، كما ذكرنا الآية: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وذكر بعد ذلك أعمال الخير كلها. فيطلق البر إذن على الإحسان إلى الناس وخاصة الوالدين، ويطلق البر على كل أعمال الخير، ومنها الإيمان بالله. وإذا قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: هو اسم جامع لأبواب الخير، هو البر. قوله: البر مطمئن إليه القلب أو مطمئنت إليه النفس، هذا هو البر. وفي رواية: من شرح إليه الصدر، هذا هو البر. أما الإثم ما حاك في صدرك، حاك يتحرك في صدرك، وكرهت أن يطلع عليه الناس، فبين أن هذا هو الإثم. الأصل أن الإنسان كما قلنا قبل قليل مولود على الفطرة، مفطور على الإسلام، فطرة الله التي فطر الناس عليها. قوله: الإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس، إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الإثم يجعل في الصدر حرجا، الإثم يجعل في الصدر حرجا وضيقا، بعكس البر تشوف نفسك مسترسلة فيه أبدا، ولا بينما الإثم تلفت وطالع وما تبي أحد يدري وتخاف أحد يسمع وكذا. إذن هذا هو الإثم ما حاك فيه، لأنك مفطور في الأصل على قبول الحق ورد الباطل، إلا إذا انتكست هذه الفطرة أو أغمض الإنسان عينيه عن ذلك. إذا اشتبه عليك الأمر إذن كما قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فإذا اشتبه عليك الأمر فالبعد طيب، أو تسأل من تثق بدينه وعلمه وورعه فيرشدك إلى الخير. واستفتي قلبك، إنسان يستفتي قلبه فيما أشكل عليه. والمقصود باستفتاء القلب بالنسبة لمن بحث في المسألة وبذل جهده، أما من يتبع هواه فهذا منهي عنه محرم. الإنسان يقول: والله أنا قلبي مرتاح لهذا الأمر، لكن إذا سأل عالمين أو طالبي علم أو كذا واختلفا في المسألة فيرى ما الذي يرتاح إليه قلبه، لا مانع من ذلك، لكن أهم شيء لا يرى ما يتبعه هواه، وإنما يعتقد أنه الحق أو يظن أنه الحق فيتبعه، لا ما تميل إليه النفس، لأن النفس إذا كانت غير مطمئنة قد تميل إلى الهوى وقد تميل إلى الباطل. صلى الله تبارك وتعالى يوفقنا وإياكم ويحب ويرضى. نقف الأذان.